اليوم عندنا شرح جديد وموقع جديد، موقع استثماري آخر، ولكن هذه المرة موقع استثماري بطريقة حديثة نوعا ما ومبتكر، طريقة تقاسم الأرباح. كل ما عليك في هذا الموقع إيداع المال، ومن ثم شراء مثلا 10 كيلو هاش أو 20 كيلو هاش، ومن ثم مداورتها بالموقع، ثم بدء النظام يعمل، ومن ثم الكسب. طريقة التسجيل بالموقع، نضغط على هذا الخيار. طبعا كالعادة التسجيل أصبح روتيني، الأخوة المتابعين يعني يدرون بهذا الخصوص. هنا أنا طبعا البريد الإلكتروني، طبعا ما مترجم عند الموقع، يضغط على أداة الترجمة ثم يترجم الموقع، لأن الموقع باللغة الروسية. اسمك فايل خان، اليوزر نيم، هنا كلمة السر، هنا أنا طبعا هذا الخيار كلمة السر، تكرار كلمة السر. هذا هاي الخانة نكتب هاي الأرقام اللي أمامكم، ومن ثم موافق، ومن ثم إرسال. طبعا ندخل للحساب من للموقع من الداخل. مثل ما جاي تلاحظون فتح الموقع أمامكم. طبعا الموقع بسيط ومفهوم وما بي أي صعوبة. طبعا مثل ما جاي تلاحظون هذا المبلغ اللي جمعته أمامكم، كل 10 دقائق تضغط على هذا هاي الخانة، ومن ثم تجمع المبلغ. طبعا تزداد هذا المبلغ، طبعا يزداد سرعته عندما تكثر تشتري كيلو هاش. يعني مثلا أساني فقط عندي اللي هو انطاني الموقع 10 كيلو هاش، استخدمتها فقط، يعني ما اودعت بالموقع، ولكن ان شاء الله راح اودع امامكم واراويكم طريقة الايداع والسحب. طبعا هنا أنا هاي الاعدادات، هذا الخيار طبعا خيار الاعدادات. طبعا هنا أنا طبعا ميلك موجود ومسبقا، هنا أنا رقم المحفظة الخاصة بيك، هنا أنا طبعا المحفظة، اذا عندك بنك البيرفكت ماني توضع المحفظة الخاصة بيك بهذا الخانة، اليندكس ماني اذا عندك محفظة، الفيوز اي دبليو اي ايضا بهذا الخانة. طبعا هنا أنا هذا الخيار، طبعا هنا خانة الحساب او طريقة العمل بهاي المكان. طبعا هنا أنا شرحنا، تضغط على هذا الخيار تجمع كل 10 دقائق، ومن ثم يتحول الى الرصيد بالخانة الموجودة الاعلى. طبعا هذا الصفر يعني 1 روبل، هذا الصفر طبعا فاصلة خالي لك، وهاي الارقام الصفر اذا كان عندك 1 يعني هنا 1 روبل. طبعا هذا الخيار شراء الاحالات، يتيح لك ايضا انه تشتري احالات، واذا كان الاحالات فعالين، بس طبعا انت وحظك راح تستفاد من عندهم. طبعا يبيع لك 300 احالة $5، هنا أنا 5 احالة، عفوا 300 روبل، عفوا 5 احالات في 300 روبل. طبعا هنا أنا 20 احالة ب1000 روبل، 50 احالة ب2000 روبل. طبعا هنا مساوقات ما اعرف فيها، يعني ما تخصنا. هنا أنا الوديعة، اذا كنت تحب تودع بالموقع، طبعا هو ينطيك هدية 10 كيلو هاش، لكن تنتظر مدة لا تقدر تسحب ال1 روبل. طبعا انسان راح اعبي امامكم مثلا 10 روبل، او هي 11، صارت 11 روبل، من خلال البنك الباير، ثم نضغط على هذا الخيار، راح ياخذنا طبعا الى بنك الباير. طبعا هنا نأكد العملية ايضا،
طبعا موقع استثماري جميل ورائع، وطبعا النسبة تقريبا للأموال يعني إذا تخلي مبلغ 10 دولار يعني هي نسبة كنسبة يعطيك تقريبا 3% أو 2.5% باليوم من المبلغ الإجمالي، يعني خلال شهر أنت تسترد رأس مالك. فأنا فقط أوقف طبعا أعتقد أنه السبب هو النت ضعيف عفوا. فأنا أوقف عملية الإيداع وأرجع لكم. طبعا عدنا لكم اخوان، وحاليا ننتظر عملية التأكيد ومن ثم نضغط على خيار التأكيد لنؤكد عملية الدفع. طبعا تمت عملية الدفع بنجاح، نذهب للحساب. طبعا راح اراويكم طريقة كيف ازداد السرعة. طبعا هنا أنا السرعة بطيئة جدا، طبعا ازداد عندي المبلغ 11 روبل. راح نشتري 10 كيلو هاش اضافية من هذا الخيار، نضغط على هذا الخيار لشراء 10 كيلو هاش. طبعا احتساب الواحد كيلو هاش وليس 10، الواحد كيلو هاش ب10 روبل. طبعا هو هنا مطيني اقل الواحد كيلو هاش. طبعا راح اشتري 1 كيلو هاش، طبعا ينطينا عنده خيارات من خلال باير او من خلال بنوك اخرى او من نفس الحساب. طبعا انا يعني اودعت داخل الحساب انه من نفس الحساب اكد العملية. مثل ما جاي تلاحظون حاليا يعني بقى عندي فقط 1 روبل داخل الموقع. مثل ما جاي تلاحظون يعني شوفوا بدأت الأرقام تتسارع أكثر وأكثر، لأنه طبعا هنا أنا تغير عندي هنا أنا بالساعة الدخل بالساعة 0.011 روبل. هنا أنا طبعا الدخل لكل يوم طبعا 0.264 روبل، يعني تقريبا انه ينطيك 2.5% باليوم. اخوان لحد الان ماكو شيء. طبعا هنا طريقة السحب من الموقع، طبعا يتيح لك عدة خيارات، تقدر تسحب على البيرفكت ماني وعلى الباير وعلى الكيو اي دبليو اي وعلى الياندكس ماني. نضغط على خيار الباير لكون انا عندي الباير. طبعا اقل مبلغ هو 0.10 روبل تقدر تسحبه. طبعا هنا انا ادخل المحفظة الخاصة بيك ومن ثم تضغط على هذا الخيار. طبعا مثل ما جاي تلاحظون اخوان طبعا هاي العملية امامكم، طبعا هاي العملية تم الاستلام. طبعا 0.10 انا رسلت 10 وصلا 9، نوع العملية طبعا هاي مثل ما جاي تلاحظون امامكم، يعني السحب فوري من الموقع. اخوان لحد الان هنا طبعا هذا الخيار، طبعا لحد الان ينتهي الشرح وهذا الموقع امامكم. ما بيفت صعوبة، هنا كل 10 دقائق تقدر تجمع ومن ثم تزيد الرصيد الاساسي ومن ثم
تسحب من الموقع. ولا تنسون لا تنسون دعمكم للقناة إذا كان الشرح مفيد لكم. وإن شاء الله نلتقي بشرح جديد وحلقة جديدة.